سنتناول جهاز الحاسوب كأحد الأجهزة الإلكترونية والتكنولوجية التي يتم استخدامها في العمليات التعليمية. مفهوم جهاز الحاسوب: جهاز الحاسوب هو جهاز إلكتروني يقوم باستقبال مجموعة من البيانات، نصوص، صور، أصوات، ليتم معالجتها للحصول على معلومات يمكن الاستفادة منها. يتكون جهاز الحاسوب من شقين: الشق الأول هي المكونات المادية الملموسة، أما الشق الآخر فهي البرمجيات الغير ملموسة أو التطبيقات التي يراها المستخدم على شاشة جهاز الحاسوب. وتتكون الأجزاء المادية من وحدات الإدخال، وحدات الإخراج، ووحدة المعالجة ما بين قوسين لصندوق النظام. أما المكونات البرمجية فهناك أنظمة التشغيل بأشكالها المختلفة، والبرامج التطبيقية بأشكالها المختلفة، ولغات البرمجة بأشكالها المختلفة، والبرامج التي تساعد المستخدم على التعامل مع جهاز الحاسوب بأشكالها وخدماتها المختلفة.